جزاكم الله خيرا. ما حكم تشغيل شريط يتلى فيه القرآن الكريم في المنزل بحجة طرد الشياطين منه؟ وهل علي إثم إذا لم أستمع له ولو في بعض المرات بسبب انشغالي عنه في عمل المنزل؟ هذا سؤال السائلة خاء عين من الرياض تقول أفتوني جزاكم الله خيرا. المقصود تلاوة القرآن بالفعل، لأن تلاوة القرآن عبادة، وهو مطلوب أن يتلو الإنسان القرآن بنفسه أو يتلوه غيره ويستمع. أما هذه الأشرطة فإنها مجرد صوت محبوس في هذا الشريط، فلا يؤدي الغرض المطلوب من كل وجه. فالذي يريد أن يطرد الشياطين من بيته عليه أن يقرأ القرآن هو بنفسه، أو يأمر قارئا من أولاده أو من أهل البيت أن يقرأ القرآن قراءة حية يقوم بها قارئ. يقصد بها التعبد؟ نعم، يقصد بها التعبد، لأن هذه عبادة فيها أجر وفيها ثواب وفيها طرد الشياطين من البيت. جاء في الحديث إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا مانع من استعمال الشريط لأجل استماع القرآن والاستفادة من أحكام التجويد، لا مانع من ذلك. أما أنه يعتقد فيه أنه يطرد الشياطين وأنه فهذا لا يقوم مقام التلاوة المطلوبة في البيت.